كل شخص جواه حكايه وكل بيت جواه حكايات واحنا النهارده هنتكلم عن حكايه التنمر التنمر ده يعني اتنشا ازاي مين اللي قال ان الطويل احسن من القصير مين اللي قال كده ونفضل نتريق بقى على الناس القصيرين يا قصير وكده مين اللي قال ان لون بشرتنا الابيض احسن من الناس اللي لون بشرتهم اسمر وبيلاقوا كمان كميه تنمر عليهم يا اسود ويا عبد ايه الكلام ده ايه الكلام اللي من عصر الجاهليه ده ايه التنمر اللي احنا بنشوفه في عشرين واحد وعشرين وربنا يعني عز وجل قال في القران ان اكرمكم عند الله اتقاكم ما قالش اكرمكم ابيضكم ولا قال اكرمكم اطولكم استغفر الله العظيم يعني. قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني اللي يميزني عنك لا لون بشرتي ولا طولي ولا اسري ولا جمالي ولا ولا ان مثلا انا مثلا شايفه نفسي حلوه في واحده تانية مثلا جمالها بسيط لا بالتقوى وبرده يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى يعني برضو بالتقوى ده اللي بيفرقنا بس ان احنا نبقى قريبين من ربنا بلاقي بقى كمية تنمر كتير جدا 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 في الأطفال الفترة دي لو مثلا حد فيهم بشرته سمرة يفضلوا يتنمروا عليه حد قصير يفضلوا يتنمروا عليه والكبار برضو نفس الكلام أصلا بقول إن الطفل اللي طلع وبيتنمر كده أكيد هم الأسرة بتاعته ربوه على كده على التنمر مامته بتتنمر على حد باباه بيتنمر على حد آه عندنا أطفال كتير ربنا يا رب يشفيهم يعافيهم الملايكة بتوعنا اللي هم السبيشال كميه التنمر بتيجي على السبيشال مع انهم أذكياء جدا وعندهم مواهب حلوه جدا يعني انا كنت في حفله قريب وشفت طفل سبيشال بيعزف درمز ما شاء الله عليه الموهبه بتاعته يمكن احسن من ال... من الطفل العادي ليه, نطمر... ليه نتنمر عليه ليه طب ربنا خلقه كده مين اللي ادى مقاييس للجمال مين اللي قال ان الوش المدور احسن من الوش الطويل مش يمكن الوش الطويل هو الاحسن يعني ايه ايه التنمر اللي ملهوش لازمه يعني بلاقي برضو الناس اللي هم عندهم عجز بيجيلهم تنمر وبي... وفي حاجه بقى انا بكرهها يعني واحنا ماشيين مثلا في الشارع بنلاقي مثلا حد ماشي تعبان او عنده عجز او حاجه لازم نيجي جنبه ونروح ربنا يشفيه يعني انت كمان بتوجعيه او انت بتوجعه فكل اللي طالباه منكم انكم ترتقوا لان ربنا ما امرناش بكده ربنا لو هيفرقنا عن بعض هيفرقنا بالتقوى مش باكتر من كده فارتقوا احنا النهارده معانا ميك اب ارتست شاطره جدا في مجالها وبتدي كورسات ما شاء الله عليها عندها خبره كبيره جدا كذا سنه في مجال التجميل آه خلينا نرحب بالميك اب ارتست رشا عادل ازيك يا رشا عامله ايه الحمد لله ايه الاخبار تمام آه قولي لي بقى انت دخلتي مجال التجميل ده ازاي هو حبي للرسم والموضوع عندي موجود من زمان انا بحب كتير كنت ارسم من صغري والون والموضوع بقى زاد معايا لما كبرت ودخلت الجامعه بدات ان اعمل ميك اب لنفسي حلو قوي قعدت فتره كتير اتدرب على نفسي وكانت البدايه يوم فرحي قررت اعمل لنفسي الميك اب انت اللي عملتي الميك اب لنفسك وانت عروسه اه عملت شاء يوم شاء فرح الميك اب فكل الناس طبعا انبهرت بالميك اب وبيسالوني طبعا طالعه عند مين ميك ارتست م. فقلت لهم انا ما حدش كان مصدق فدي كانت بدايه الانطلاق بالنسبه لي يعني ان انا اشتغل في المجال بدات ناس تجي لي صحابي عايزين يعملوا ميك اب جت العروسه في, في وقت قليل خلاص بعد بعد فرح بشهرين جت العروسه وطلبت مني ان انا اعمل لها الميك اب ففي وقت قليل لقيت نفسي بتعرف طبعا اشتغلت على نفسي كتير اشتريت شويه خامات غاليه شويه وكلفت نفسي أكيد. طبعا أوه. علشان طبعا الشغل يطلع يعني كويس أكيد. بعد مثلا حوالي سنه من الشغل مع نفسي بدأت اخد كورسات مع ناس معروفين ومشهورين خدت تمام. كذا كورس زي مين مثلا؟ آه اسماء عادل ومحمود الله. رشاد م. وخدت مع ناس تانيه بس من غير يعني ذكر اسماء وكده اوكي اوكي تمام <applause> بس آه كل الحاجات دي طبعا بتنميني مع طول الوقت اليوتيوب انك تتفرج على فيديوهات على اليوتيوب على اقام لجانب والعرب وناس كتير حلوين جدا ممتازين مم. بصراحه ده كله ده تطور مع الخامات الكويسه ما شاء الله عليك بس مع شغل بات. كتير مع الموديل كل ده طبعا بينمي وكل ده بيخلي الدنيا أكيد كويسه اكيد طبعا قوي. اكيد طبعا مين بقى اللي شجعك في, في مشوارك ده مين اللي شجعك اكتر حد كان شجعني في البدايه كانت مامتي واخواتي وجوزي مم. بعد كده وكل حد دلوقتي بيشجعوني ومكملين معايا ربنا يخليكوا لبعض يا رب ربنا. قوليلي بقى انت مثلا قبل ما تبداي لوك سواء عروسه على موديل على خطوبه اي حاجه هل في روتين للبشره بتعمليه علشان مثلا تاهلي البشره للميك اب اللي هيتحط عليها اه بفضل تكون طبعا غاسله وشها بغسول كويس على حسب نوع بشرتها بعد كده لما بتجيلي بقى لو في اي حاجه انا في مزيل ميك اب بننضف البشره الاول تنظيف بشره بعد كده بنبدا بال... لو في تونر اللي هي بشرتها مثلا دهنيه بتفرز دهون كتير مم يفضل ان انا استخدم لها التونر الاول بعد كده مرطب لازم مرطب حتى لو البشره دهنيه ناس بتستغرب اي نوع لا في مرطبات معينه في انواع على حسب نوع البشره تستخدمي يعني ما ينفعش بشره تكون جافه واروح مرطبه بحاجات خفيفه او العكس طبعا تمام بس الترتيب وبعد كده البرايمر طبعا عشان نقفل المسام ونظبط الدنيا وبعد كده بنبدا خطوات بقى الميك اب الحاجات بقى الخطوات بقى دودي كتير قوي لو قعدنا كده عشان خلاص <applause> كتير قولي <applause> لي ايه الالوان اللي طالعه موضه في الميك هي اكتر الوانات اللي طالعه الفتره دي هي البنيات الالوان الترابيه الكشميرات بدرجاتها والبنيات برضو بدرجاتها ليها درجات كتير قوي في ناس بتفتكر البني ده درجه لا درجات كتير جدا منه من اول الأوف وايت لحد البني الغامق لحد البني الغامق اه يعني كذا بلد كده كبير قوي فيها م. كل الدرجات دي بنشتغل بيها طبعا ما بشتغلش اي لون غير على حسب شكل الوش م. ولون البشره والحاجات دي اللي بتحكمني ايه الدرجه اللي هتبقى حلوه قوي في الميك اب وكده اه بالظبط طب قولي بقى لو جات لك كده عروسه او عامه العرايس عندك انت بتحبي تستخدمي لها انهي الوان ما في مثلا لون مثلا بنفسجي لون نبيتي لون اسود ايه بقى الالوان اللي انت بتحبي تعمليها في لوك العروسه وايه الالوان اللي انت لا بتبعدي عنها هو اكتر شغلي شويه انا بحب الشغل الهادي ومعظم حتى الكلاين اللي بيجوا كلهم بيطلبوا شغل هادي فدايما بشتغل بالالوان الترابيه البنيات بدرجتها مع الجولد مع السيلفر لإن ده اللي هو منهم الألوانات اللي بتدي لمعة شوية كده فيها شمر فيها جليتر ده بيدي لوك حلو بينور العروسة أكتر مع الفستان طبعا والشغل الكتير فاحنا برضو محتاجين وشها يكون منور تمام اه فهو دي الحاجات اللي احنا بنحب نعملها مم يعني بس أنا بفضل البنيات جدا في شغلي هي هي أرقى الألوان الصراحة يعني هي جميلة قوليلي هو السيلفر والجولد طالعين موضة دلوقتي مش فكرة طالعين موضة بس هي دي الحاجات اللي يعني هم شغالين كتير يعني بشوفهم على معظم لوكات الناس لان هي دي اكتر لوكات الناس بتحبها لانها هاديه مم. مفيش بقى الاحمر اللي مفيش قوي. الالوانات اللي هي الفوشيا الاخضر الازرق دي كانت شويه زمان دلوقتي مم. دي الالوانات الشيك اللي هي الجولد الفضيات كلها يعني بالدرجات طبعا أيوة. يعني في تدرج في مم. كل لون انا بقوله يعني كده والبنيه كل الهادي كله مم. عايز اللي هو ميك اب نو ميك مفيش حد عايز ميك اب أيوة. فاقع قوي زمان كده كان انتشر اي لاينر فيه جليتر كده هل موجود لحد دلوقتي؟ اه موجود بس مش ناس قليلة اه بت... مش مم. هو موجود بس مش اي حد بيعمله يعني بيتعمل على الكات كريز مش بيتعمل فوق الاي لاينر تمام بيتعمل بي لوكات فوق الكات كريز بس مم. يعني بيستخدموه في حاجات تانية بيستخدموه من تحت تحت الرموش من تحت ممكن اه يدي جليتر كده ولمعه بس صح. مش بيشتغل مكان الايلاينر لان لا مش بيبقى لطيف قوي بالظبط يبقى هيبقى غريب في حاجه غريبه كده يعني في حاجه غريبه حتى لو بي في حد بيعمله بقى في ميك اب فانتازيا بيعملوا اه حاجات غريبه في حاجات كتير بيدخلوا اه اب فانتازيا حاجه اه لكن عرايس لا ما حدش ما محدش بيفضله اصلا الايلاينر طبعا ليه وظيفه ايوه طب انت بتدينا بقى نصايح بقى وبتدي كورسات تكلمينا على الموضوع ده هي موضوع الكورسات يعني بعد ما اشتغلت كام سنه في المجال في البدايه بدات الناس تطلب مني فانا كنت خايفه متردده ان انا اعمل الخطوه دي لا طب انا لا لسه مش انا مش شايفه نفسي ان انا خبره أيوة. كفايه بدات البنات لي من محافظات بعيده واديهم كورسات لقيت نفسي ان انا عندي الموهبه دي انهم يستفادوا كويس جدا مني بدربهم مره واثنين وثلاثه لقوا شغلهم حلو جدا كانهم من زمان شغالين في المجال بسبب ان انا بدي كل الخطوات بدي نظري بدي عملي كل الحاجات دي ما بسيبش خطوه ما بخبيش معلومه عنهم ودي احسن بكل حاجه طاقة بكل طاقتي انا بفيتهم في كورس يعني ببذل مجهود فيه بس بلاقي نتيجه حلوه جدا وبلاقيهم طالعين ممتازين وبيشتغلوا ما شاء الله فدي حاجه طبعا حلوه قوي انت ما بخلتيش ففي في ميك اب ارتست كتير ساعات بيبخلوا بالمعلومه تقول لا انا ليا التاتش بتاعي ما ينفعش ان انا اقولها لحد فبالتالي برضو الناس اللي هي بتديهم كورس مش بيبقوا الكفاءه العاليه ان هم برضو يعملوا ميك اب للناس ده فعلا فيفضل طبعا ان انا ادي كل معلومه وفيها هي جايه ودافعه فلوس فانا لازم تستفيد مني كويس أكيد. جدا أوه أكيد. لو طالعه ما تعرفش تشتغل يبقى حرام عليا حتى الفلوس اللي انا اخذتها فلازم تبقى طالعه وشغلها حلو جدا مم. وانا افضل معاها لحد ما تبقى فعلا ممتازه عايزين كده نشوف الصور بقى ونشوف الشغل الجميل ما شاء الله حلو جدا يعني بجد يعني ما شاء الله جميل قولي لنا كده اللوك ده كان عباره عن ايه هو انا الالوان كلها برضو هاديه كانت بنيات وكان الذهبي كان هادي خالص اللي فوق العين كانت حاجات هاديه خالص لان انا كنت عايزه لوك هادي ما عايزه حاجه موفورة او فيها جليتر تمام اه لا جميل جدا ورايق خالص ما شاء الله حلوه قوي العروسه دي كلمينا عن اللوك ده كان ايه الالوان اللي استخدمتيها هنا برضو كان لا كان داخل لون اسود من اخر نهايه العين م. ومن قدام كان لون فضي برده الشمر شوية. جميل جدا جدا ولون الروج انا مش واخده بالي بقى كشمير باين كشمير اه هي هنا شويه الالوان متغيره شويه آه. هي كل الروجات بتكون بسبب شغل الهادي الروجات بتبقى موفات يعني الموف الغامق شويه الالوان كلها كده كشمير لازم تحب. العروسه تبقى حتى اللينسز عشان تعمل اللوك بتاعها ولا عادي؟ لا ممكن عادي بس هي كلهم عايزين يتغيروا في اليوم ده بمختلفين أوه. فبيشوفوا ان اللينسز يعني معظمهم مش بيبقوا لابسين لينسز في الايام العاديه فتحب انها تكون مختلفه تحفه يعني. تحفه بجد ما شاء الله حلو قوي حاطه لها انت اسود كتير من تحت صح اه لان عينيها هنا صغيره شويه فمحتاجه ابرز العينين اكتر وانورها واوسعها انت حتى مغيره لون الحواجب دي بقى اه بحب استخدم الوانات البنيات تكلميني عن اللوك ده اللوك ده لسه كنت عاملاه قريب ما شاء الله تحفه جميله جدا فعلا هي كانت جميله جدا هي كان حد حلو قوي يعني مم. برضو ده اللوك ده جميل خالص كلها بغير رسمه العين يا هو رسمه العين بغيرها على حسب شكل العين مش بتفضل ثابته هنا بقى مغيرة اطلاقا حتى لون الحواجب غامق انت خليتيه فاتح اه طبعا بحب تكون فاتحه لان تكون ناتشرال اكتر متبقاش حواجبها حاده زي الاول يعني هي تقريبا عامله تاتو او حاجه زي كده لا حلو جدا ما شاء الله يعني يعني انت فعلا الشغل بتاعك جميل جدا ما شاء okay. الله هنطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل